أنا الملك المعتمد على الله بن عباد، فأعلم أمير المسلمين بقدومي للقاهرة. قلت لك انتظر. يا أمير المسلمين، نقل إلي رجل الباب لأن المعتمد ابن عباد ينتظر أن يدخل عليك. أقسمت ألا أرى أحدا منهم إلا مقيدا مصفدا، ولا أراهم مختالين مسهوين بهيئتهم. ردوهم عن بابنا، قد أذلوا رعيتهم وهان عليهم دينهم، فأذلهم الله وهانوا عليه. كرر جاهدا في لقائه دون جدوى، فربما يلقاني ويلقى كمان. أمير المسلمين لا يرغب في لقاء أي منكم، فاذهبوا من حيث جئتم حتى يأذن الله بأمره. والله إنه سيسقينا من الكأس التي سقى بها صاحب غرناطة. يا مولاي، لا أسمع الآن شيئا يا ابن قرة. والله قد سمعت ورأيت ما يكفيني الدهر كله. قوات المرابطين دخلت قرطبة واجتاحتها، وأسلمها أهل قرطبة لهم. وأخي المأمون؟ قتلوا المأمون ابن عباد. ماذا تقول؟ ونحن على أبواب قرطبة كانوا يطالبون بنا وبرأسه، فانتزعوه وقتلوه وهم يطوفون به بأسواق قرطبة. اذهبوا وامنعوهم حالا، ادفنوه هيا. ابعث إلى سير أن يوافيني هنا في غرناطة. ألن تذهب إلى قرطبة يا أمير المسلمين؟ وقد صارت قرطبة إلينا، وأهلها سلموها لنا، وإنهم والله متلهفون لرؤيتك فيها. سأسير إلى الجزيرة الخضراء ومنها إلى المغرب، فابعثوا إلى سير لموافاتي. لا أرى هذا. فماذا ترى إذن يا ابن قرة؟ ونحن في هذه المحنة كيف نخرج منها؟ لن يخرجنا منها تحالف مع ألفونسو. فأخرجنا أنت منها إذن. يوسف بن تاشفين والمرابطون يطبقون على ممالك الأندلس واحدة تلو الأخرى. قد سعيت إليه فرأيتم ما كان منه، فماذا تريدونني أن أفعل؟ أنقذنا إشبيليا والأندلس من خطر ألفونسو، وها هي في قبضة ابن تاشفين. المرابطون مسلمون يا مولاي. أجل، المرابطون مسلمون، لكن ديارهم هناك في عدوة المغرب. أما الأندلس فلأهلها الأندلسيين. لن أتجه إلى ألفونسو منفردا، فقد وضحت مقاصد ابن تاشفين لكل ملوك وأمراء الأندلس، وباتوا الآن يدركون مصيرهم. سأبعث إلى أرجاء الأندلس كلها بالاستعداد للدفاع عن أنفسهم وممالكهم ضد المرابطين، فقد انكشفت نياتهم، وإن اقتضى الأمر لا أرى بأساً في تكوين حلف في الأندلس، وإن كان تحالف مع ألفونسو. إن كان عندكم شيء غير هذا فهاتوا. كان ألفونسو يكتفي بأخذ الجزية، أما ابن تاشفين فيخلع الملوك ويأخذ الممالك. ما
ماذا يا ابن زيدون؟ لم أتمكن من دخول قرطبة، دخلها المرابطون وسلمها أهلها له. والمأمور؟ قتله أهل قرطبة. حسبي الله ونعم الوكيل.